الصالون الذي يعبق بالثقافة والحب والشعر والأدب والغناء والصوت الجميل يعني محبي هذا الصالون من القامات الكبيرة في مصر، صحفيين، أدباء، شعراء، فنانين، مهندسين، يعني خليط من ثقافات مختلفة من كل الدول العربية. بنشكر مؤسس الصالون الراقي الدكتور محمد سعد، وبنقول ربنا إن شاء الله يبارك له دائما، لأنه يفتح قلبه وصالونه لكل من يحب الأدب والشعر والفن والثقافة، ومصر دائما ولادة بكل أبنائها المخلصين لهذا الوطن.